الموسيقار فريد الأطرش ذكر بأول يعني من ضمن الأشياء اللي كان يؤمن فيها في بداية عمره ببداية المشوار إنه بهالشكل هيدا، إنه العرب اللي كانوا الأوائل بالفيزياء في العالم والأوائل في الطب في العالم في يوم الأيام مع ابن سينا مع الخوارزمي ومع غيرهم، لماذا لا تكون الموسيقى العربية تنهد إلى العالمية؟ وهذا الكلام قاله بمقابلته مع تلفزيون لبناني مع المذيعة ليلى رستم، بيقول بالحرف الواحد، بتقول له شو أمنيتك؟ بتقول له أمنيتي إنه توصل أغنية لكل أنحاء العالم، ومش بس أنا أغنية، مطلق أي أغنية المهم تكون عربية تنوصل موسيقانا إلى الآخرين. مش دائما استيراد، نصدر الفكر، نصدر الحضارة، موسيقى حضارة.